بالنسبة للأيام اللي فاتت، مش متذكر التاريخ بالضبط، بس صار انفجار كبير في الخزان البنزين هنا في مدينة سرت، نعم وكان في عدد كبير من الضحايا، يعني ممكن اللي ماتوا مش متذكر العدد بالضبط، بس اللي جونا المستشفى أكثر من 40 شخص جونا المستشفى في زينة مصابين، الحروق طبعا مختلفة الدرجات توصل لحدات 100% 70%، وكانت كارثة جدا جدا، يعني نتيجة للنقص اللي كان موجود عندنا والنقص في سيارة الإسعاف، لدرجة أن ثلاثة منهم توفوا كانوا في نفس الوقت، والآخرين ممكن قعدوا يومين أو ثلاثة وزادت حالتهم خطورة لحد ما جو ناس تطوعوا برفحهم خارج المكان ثاني. طبعا هذا العامل مسألة نقص في الأمبولانس. إيه نتيجة نقص إيه نقص إيه طبعا طبعا هو كل إيه طبعا هو النقص أكثر شيء في سيارات الإسعاف، وكان مثل لو أن موجودة سيارات الإسعاف لكن على الاقل نقدنا عدد كبير منهم، يعني طبيا سبحان الله نقول مثلا قضاء وقدر، لكن نتكلم طبيا لو كانت موجوده سياره الاسعاف لكن ممكن نقدنا عدد كبير منهم، يعني خير ان شاء الله في الحروب خير ان شاء الله.